اهلين عمي ابو النار، هلا والله، حي الله، اي والله، ولعيونك هالرابع سداده. شو هاي بتغلي معك؟ انا غلي، غلت شو؟ شو غلت شو؟ غلت الشغل. الغل يا حبيبي الاصل ما هنالك. هلا يا عمي ابو النار اني يعني انا شو اسمه، لا مو هو مو جبت الغلي، انا جاي اخذ منك اسم انه انا جبت شربت سوس. شربت سوس؟ يا عمي ابو النار شربت سوس كبيره، وانا بدي فوق الغلي اخذ منك مصريات. اسم انه في تاجر كثير كبير قال لي انه السوس رح يغلى خيرات الله، فانا بدي منها خمس ورقات. خمس ورقات؟ ايه يا عمي ابو النار، عم اقول لك الثروه السوس كبيره وما بدنا نروحها. ما الثروه؟ فيها مكسب كبير؟ يا لطيف. لا خلصنا. كيف؟ سيك، لحق حالك يلا. روح يا عمي ابو النار، روح ان شاء الله تفي. 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 تفي ان شاء حالك، سهبندر السوس بالشاب كلياتها. يتفهك خناني، اخلع رابطك، خلع الكود. كود!